طيب انا همشي بقى. انا مش قادره اتصور اني هسيبك المده دي كلها لوحدك واسافر. ممكن خلاص بقى يا حبيبتي بليز لو سمحتي ما تعمليش في نفسك كده علشان خاطري. يا اموري مين اللي هيعمل لك كل يوم الصبح التوست بتاع السمن بتاعك؟ لا طبعا حاجه صعبه جدا بس تقلقيش عليا. تقلق على مين يا شحط؟ ما هو كل ده من دلعك المافي. وصلت للحاله اللي هو فيها دي. بس ابو النبي ما تضايق نفسك اهو، ما انا بقول لها ما تقلقيش عليا اهو. انت ازاي مش حاسس ان احنا هنسيبه 17 يوم لوحده؟ صحيح مامي ممكن تجيبي لي التيشيرت اللي هو بتاع بايرن ميونخ اللي هو مش الاحمر اللي هو التاني بقى اللي بيلبسوه لما يجوا يلعبوا فريق بره ارضهم؟ لبسك عفريت انت وامك. يلا يلا. طيب عم سيد يعني بعد ما توصلهم المطار ما تنساش بقى ترجع لي عشان توديني البيت. يا سيد ترجع بالعربيه على المصنع على طول. الجراش في الجراش جنب العربيات الثانيه والواد ده ملوش عربيات. يعني ايه يا بابا اتكلمت يا بابا؟ بابا انت بتعاقبني يا بابا ولا في السن ده؟ هو في حد في السن ده امه بتعمل له سندوتشات سلمون يروح بيها الشغل يا عيني؟ مامي الاغنيه اللي احنا بنحبها. عميل رقم 11 شباك رقم 4. تخيل يا صالح ابويا تعبان ومسافر يعمل عمليه يعني كلها ساعات يبقى بين ايدين ربنا، اقول له يسيب لي عربيه اروح واجي بيها ولا حتى فلوس ما يرضاش، يقول لي اركب ترماي علشان تنشف. انا مش فاهم يعني ترماي ايه اللي انا هركبه انا في الالفيه دي، وبعدين ايه اللي ممكن يحصل في الترماي يخليني انا انشف؟ انا مش فاهم. هو ابوك مش هيبطل النتانه دي؟ صالح انا ابويا مش نتن، انا ابويا بيخاف عليا. خاف عليك ايه يا عم؟ واحد معاه الفلوس دي كلها والشيك في بنك ويعمل زبده كده؟ اسمع مني ابوك نتن. الله صالح انا ابويا مش نتن، وبعدين لو سمحت احنا متفقين ما نهزرش بالاهل. طيب خلاص ما تزعلش، ابوك مش نتن يا سيدي، ابوك محفل. الله صالح يا عم بهزر معاك ايه يا عمور؟ هوبا الحق الموز ده. اوه اوه الحق 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 البطل ده. يا تفي بتمسك نفسك مش كده هتفضحنا. يا ابني عليا مش مركز يا ابني. صالح البوعه كده راحت؟ هي راحت. بس انت هتمشي كده في البنك؟ مش طب اعمل ايه؟ الشفت بتعمل ايه؟ انا شايفها ازاي؟ تعالى نشوف البتاع دي. ايه ده انت ذكي قوي ده صالح، برافو عليك والله. طب معلش ارفعني لان انا مش هطول دي. لا قرب كده قرب قرب اذن نفسك كور. طب اقول لك اقف على دي. بص صالح انت ازاي ذكي كده، انا عمري دي ما كانت تيجي في دماغي. انت حبيبي معلش صالح روح. تمام كده؟ مبسوط كده ها؟ والله حضرتك تالت مرة أخش ألاقيه بالمنظر ده، وكل مرة أقول له عيب يعني اتجوزه يا أخي اتجوزه، بس أنت عاملينه في خلق الله ده مش منظر أبدا. نور يا أستاذ صالح بس بالهداوة لأن البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ عيب عليك يا عم جداف. على فكرة أنا ماليش في البانجو، أنا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. بس عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 تعرف يا صالح انا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص. شغل ايه؟ احنا 5 ساعات ولا 6 ساعات ونخلص. امسك فك فك. يا عم انا ابويا لو عارف ان انا بشرب هباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى ابوك، ابوك مسافر فكنا بقى امسك. انت متاكد انه خفيف طيب؟ جدا ملوخيه. انت طلعت بلاستيك يا عم مجداف. زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط. انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها؟ انا هقدم على الخرد ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. اوراق ايه؟ معلش معلش شويه بس استاذنك، ممكن تطفى تجيب كوبايه ميه من الثلاجه اللي وراك دي بعد اذنك؟ ميه؟ ما اجيب لك غدا يا اخويا احسن. بعدين يا صالح يا صالح انا كلمت في الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. استاذ هو اللي يجيب لك ميه ويعني ايه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ معلش اصل انا البنطلون مبلول وانا ما انا شايف بس عشان ينشف. لا
بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حضرتك ميه معايا هنا. وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب واتكلم. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي أمور حضرتك عايز حاجه؟ عاوز حاجه؟ ده تالت مره بتسالني السؤال ده. معلش اسفين أمور، عايز افتح محل مخبوزات وعايز اعرف ايه الاوراق المطلوبه بالظبط. تقولي اسم المحل ايه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم امي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عمرو، بس يا عمرو، حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى على الام. طبعا طبعا حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هتبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه انتوا شاربين حاجه انت وهو يا فندم. هو احنا لو مش شاربين انا البس كده.